هتعوق كتير في السفريه دي. كلها كم يوم وهعود على طول. انا حطيت لك خلاجاتك كلها في الشنطه الكبيره، خصوصا الخلاجات التقيله عشان لو الجو برد هناك ولا حاجه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. خلي بالك من صحتك وعاوزك تاكل زين ومالكش دعوه واصل بالخواجات اللي بره، مفهوم؟ مفهوم يا ستي. والنعمة الشريفة هتوحشنا يا سيدياب. تعيش يا طاهر. بقول لك ايه؟ النبي يا سيدياب، أنا مش عايزك تنساني في الحباية ال 100 مللي. 100 مللي يا طاهر؟ 100 مللي؟ أنا مش عايزك تفهمني غلط، أنا قصدي يعني 100 مللي عشان يبقى زيادة الخير خيرين، ولا هي جت علي؟ تروح وترجع لي بألف سلامة يا دياب. سلمك يا محروس. محروس، أوعاك تكون زعلت مني ليلة الفرح، أصل كنت مخنوق هبابي. لا ولا يهمك، المهم دلوقتي تكون راجد خنقتك. خد بالك من حكمة تحطها في عينك من جوه. أبا هتوصيني على أختي ولا إيه يا دياب؟ عاوز حاجة أجيبها لك من بلاد برا وأنا مسافر. إذا كان إيديها عاد، عاوز جزازة تكيلة. اسمها تكيلة، تكيلة هي محروس. أيوه هي دي اللي هتقول عليها. على ما تسافر وترجع، أكون أنا سافرت مصر. قضيت كم مشوار وعاودت. ربنا يحميك يا ولد. هتاخد الطيارة وتتدلى على دبي. منيها هتطلع على تركيا. بعد كده هتسافر طوالي على كرواتيا. الباسبورت بتاعك بتاع جنوب افريقيا عشان تقابل الخواجه وتخلص معاه. يعني هو زمانه لسه حالا وصل اوروبا. وصل فين اخويا؟ اوروبا. طب ايه رايك بقى نفتح انه وصل بقاله 5 ساعات واستحمى وغير هدومه واتغدى وبالامره كمان سمك. بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا، ما شاء الله عليك يا باشا، ما بيتفوتش فوته ولا فتفوته وحياتك. اسمع انا، انا عايزك تفتح عينيك واي خبر جديد تبلغني بيه فورا، خصوصا ميعاد وصول الواد الاسود دياب ده، مفهوم؟ اوامرك يا باشا، اوامرك. ايه هتقعد تفرك في ايدك كده كتير ولا ايه؟ عايز ايه؟ يعني
مش عايز حاجة يا باشا يعني. طيب أمشي. إيه؟ أمشي. السلام. ماشي يا باشا. سلام يا باشا. السلام يا أخويا. سلام. بقيت البنطلونات على مقاسك بدل ما تقع منك يا مصطفى. على قدينا يا باشا. لا أنا مش هخرج معاكم النهاردة. ليه بقى؟ كده هخرج مع ريهام. ريهام؟ ريهام مين دي؟ ريهام بتاعت النادي يالا. اللي انت اتشلفطت عشانها، سعبت عليا قوي والله. انت متخلف يالا، اسمها تلطشت. هي اللي تلطشت عشانها. الله 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 الله، الظاهر كده ان السنارة غمزت يا محمد باشا. شكلها كده. بس البنت دي مش بتاعت حوارات، وشكلها محترمة مش بتاعت لف ودوران. وانت حد قالك ان انا هاخدها والف وادور بيها؟ طب رسيني. مش عارف، بفكر اخطبها. مش انت برضو اللي كنت بتقعد تقول والله العظيم ما هتجوز، والله العظيم ما هرتبط، في ايه يا سيدي؟ انا عيل ورجعت في كلامي، انت مال اهلك يا سيدي؟ انا بتكلم بجد، انا مش عايزك تتسرع عشان ما تندمش بعد كده. وانا برضو بتكلم بجد، بنت داخله دماغي وقاعد بفكر فيها كتير، وعايز اقول لك على حاجه غير كل الزباله اللي انت عرفتني عليهم. طب بقول لك يغور انت في داهيه بقى دلوقتي عشان هي علويتك. يلا. هو انت ليه وحشاني قوي كده؟ بقول لك ايه، هو انت عندك اكاونت على الفيسبوك؟ فيسبوك؟ فيسبوك ايه؟ غريبة؟ لا مش غريبة، بس يعني انا راجل ما عنديش وقت للموضوع ده ابدا. طب اعمل بقى اكاونت على الفيسبوك عشان اعمل لك اد عندي. ما طبعا هنعمل اد وهنعمل فيسبوك، بس بعيد عن الفيسبوك، هو انا مش هشوفك؟ محمد طب انا هقفل دلوقتي عشان بابا دخل عليا. اوكي باي. لا لا سيادة اللواء غور، انا في داهية طبعا. كلوا يا بنات كلوا، من انا وشفق مطرح ما يسري يمري، وانت منصور عاوزك تاكل كل اللي في نفسك، كل عشان تبقى راجل من هدومك، خلي كل اخافك وتعمل لك الف حساب. كل كل اكيد هيبقى كده، ما هو تجبر البطاش سيد الناس على سن ورمح. هو ده اللي انتوا فاكرين فيه الحديث وبس. ليه بس يا سي جابر؟ او احنا زعلناك في حاجه؟ عاوز اخوه منصور، عاوز اجيب له اخو عشان ما يبقاش كده لحاله. ليك برابر على بنات بحكمه ربنا يا سي جابر، محدش في يده حاجه. بس ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاه. واه طب واحنا بيدنا ايه بس نعملوه؟ تعملوا اللي عليكم، واللي عاوز ربنا هيكون. خاشش في اوضه جوه اللي عليها الدور الليله دي حصلني. امرك يا سيد الناس، امرك. الليله ليلتي يا حبيبتي بالسم الهاري. دياب سفر اتفق على عمليه شديده، واحنا هنا قاعدين زي الولايه ويدنا على خدنا. نفسي اشوف فيهم يوم يابا، نفسي اشوف فيهم يوم. بدل ما تقعدوا تهر وتنكتوا كده، روحوا اشتغلوا زي اولاد عمكم عشان تبقوا رجاله مالو خلقاتكم. نشتغلوا كيف وهم واكلين السوق كله وبيرموا لنا الفتافيت؟ يعني يا ابوي هو احنا نعرف ندخلوا حته سلاح واحده في البلد دي من غير درع عمي؟ ها ده كان دخلها بالنار من غير ما نصعبوا عليه، وتوانا بلابيسي كمان لانكم هفيه ومالكمش وزن. خبري عادي يا ابوي، ناقصين هم احنا؟ ايوه ناقصين مخ ومعارفين تفكروا صح. وايه هو الصح عادي يا ابوي؟ خليهم يشتغلوا ويلموا الفلوس عشان نصيب منصور واد نجيب اختكم. هم ليهم غيره؟ وفرد جابر خلف واد تاني من اي مره من حريمه، يعني عملوه وقتها. او دياب خلف من حكمه بنت التراشني. ولو برضيك هيبقى لنا في فلوسهم نصيب منصور الصغير واد نجيب اختكم. وده يجي ينبحر فلوسهم. احنا وقت تسند يسير، بدل ما نتصادموا مع منصور ونروح كلنا في توكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا ابوي. كيفك يا بنتي؟ الحمد لله، كيفك يا همام؟ وانت يا تمام؟ دينا عشرين نجيبها. طمنيني يا بنتي، عامله ايه مع جوزك؟ الحمد لله. بس دخول حكمه بنت الطراشده بنت عمي منصور قلقني قوي يا ابوي. خبريه مالها حكمه؟ بينها واعره وما سهلهاش يا ابوي. لازم توريها العين الحمراء وتعرفيها انك الكل في الكل في البيت. صح، احسن تسرسب وتسحلب وتدحلب وتاخد مكانك في قلوبهم ويروح علينا الترتيب كله. ماشي يا بوي، هحمر لها عيني
وهذبح لها البسه كمان. والله وحشتوني قوي قوي يا ولاد. وانت يا ماما والله وحشتينا قوي. والله يا طنط ليكي وحشه. قولوا لي بقى اتبسطتوا في الغردقه؟ الا انبسطنا. طب هو في احلى من شهر العسل وايام شهر العسل؟ طب ده الجواز كله شهر العسل وبس. نعم يا حبيبي نعم. انت بتصدقي برضه حبيبتي؟ ده انا بهزر والله. ربنا يسعدكم ويفرحكم يا ولاد ويخلف عليكم بالذريه الصالحه ان شاء الله. جدعاني بقى يا شاهين، عاوزه اشوف حفيد قبل ما اموت يا بنتي. بعد الشر عليك يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ان شاء الله هتشوفي ولادي وولاد حسام وولاد محمد كمان. محمد ده مفيش امل من جوازه ابدا. صحيح هم مين يا طنط؟ دول وحشيني قوي. هم مين دول اللي وحشينك يا بكاش يا نصاب؟ ها؟ مين اللي وحشينك؟ مش كفايه خدت الحته الحلوه والنظيفه اللي فينا؟ وحشني والله حلوه الظبط. الحمد لله على السلامه يا عريس. الحمد لله على السلامة يا عروسة العرايس. وحشتني قوي يا حسام. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ ايه يا بنت الحلاوة والطعامة دي؟ ايه مرادة ومحلوية ليه كده؟ أنا طول عمري حلوة وزي القمر، بس أنت اللي مش واخد بالك بقى. يا دي واثق في نفسك أنت. طمني يا حسام. نعم. أخبار الشغل إيه؟ كويس، ارتحت كويس، خليك في حالك. أخبار عروستك إيه؟ اسكت يا شاهين، مدوخاني ومرمطاني وراها السبع دخات. إيش فستان الفرح؟ إيش الكوافير؟ ايش اللي بتاع ليه سوباديكير وبتاع اللي بتعملوه انتوا ده؟ هو شبه حاجات مبهدلاني. انت جيتي في وقتك علشان تشيلي من على قفاها الحمل ده شويه. هي تقدر تتاخر، ده فرح الغالي ابن الغالي اللي ما فيش زيه في الدنيا ابدا. يا بنتي اللي ما فيش زيك يا قمر يا حبيبي يا حبيبتي. منوره البيت والله يا حكمه. تعيشي يا فتحي، البيت منور بناسه. تعيشي يا بنت الاصول. والله وبجينا سلايف يا بنت الطراشنة. شفتي الزمن يلف 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 ونلجانا في وش بعض من تاني. الا قولي لي يا حكمه، انت كنت فين المده دي كلها؟ ده انت ولا كنت بتحضري افراح ولا معازي اهل البلد. اي والله ده احنا افتكرناكي سافرتي. كنت في المدارس وما كانش عندي وقت لحاجه تاني. يا حظك يا حكمتي، يعني اتعلمتي؟ حصر علينا. خدت الثانويه العامه وكان نفسي ادخل الكليه وابقى محاميه. وبجدي؟ من ساعه موت ابويا الله يرحمه وكل حاجه وقفت مطرحها. واعمل لك ايه العالم عار؟ غيرش بس خلاكي تتجوزي كبيره في السن. العالم كبر لي راسي يا نجيبة وخلاني اشوف الدنيا بشكل تاني. بلا تاني بلا تالت. هي المرة تبقى مرة غير لما تتجوز وتجيب لجوزها عيال يكونوا لها عزوة وسند. جرى ايه يا نجيبة؟ ما بكفاياكي عاد. جرى ايه يا فتحية؟ انت كيف تكلميني كده؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ عن ام الواد. يعني الكل في الكل هنه. كلنا هنه زي بعضينا، وكونك ام الواد ما يديكيش حق تتمرياسي على الباقيين. جرى ايه يا حكمت؟ انت جايه تخربي علينا ولا ايه؟ حطي لسانك في خشمك واطلعي على اوضتك عاد. انت بتهدديني يا بنت البطاطشه؟ ايوه بهددك. وان ما سمعتيش الكلام هيبقى لي معاكي كلام تاني يا بنت الطرشطه. انا قاعده لك يا نجيبه لما اشوف كلام ايه تاني اللي انت ناويه تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيده؟ انت كده غلطتي، وانا اللي يغلط فيي لازما يتربى. اسمعي انا سويه قال ايه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي كده. ها يا بابا يا بابا.